سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج في رحاب الأزهر، يا أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء يتجدد من هذا البرنامج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير وفي الخير دائما وأبدا بإذن الله، وفي الآخرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، في مبدأ كل أمر ومنتهى. في بداية اللقاء أرحب بضيفي الكريم والمحترم فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ مجدي عبد الناصر من شباب الأزهر الشريف ومن رجال كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا دكتور، ربنا نورتنا. الله يحفظك يا دكتور، الله يكرمك. الحقيقة إن أولاد الأزهر لهم في قلبي مكانة ومكان، لأنه دائما نكرر أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني، يعني ودائما نكرر ونفتخر ونقول أنا أزهري والعمامة تاجي مهما حييت فأزهري منهج. النهاردة هنكلم حضراتكم بلغة أزهرية وخطاب وسطي رشيد رحيم عن العبادات القلبية والوصايا القلبية والروحية للحجاج والعمار. كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن الخطوات العملية والوصايا العملية والواجبات التنفيذية، زي رد المظالم وزي قضاء الديون وزي التسبيح والذكر، ومثل أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال. تعالوا النهاردة نتكلم عن العبادات القلبية، والعبادات القلبية كثيرة، ورأس كل شيء في الدنيا الإخلاص، وسأتحدث مع حضراتكم عن الإخلاص. لكن قبل ما أبدأ الكلام عن الإخلاص أو في الإخلاص أو في العبادات القلبية عموما أو عن الحج، تعالوا بينا نبدأ الحلقة بآيات بينات. كل بداية تبدأ بكلام الله فهي بداية خير. نبدأ هذه الحلقة بآيات بينات من الذكر الحكيم اتلوه على مسامعنا فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ مجدي عبد الناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى
البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. طيب الله الأنفاس يا شيخ مجد. الله يفتح عليك ما شاء الله. الحقيقة أنه الشيخ هو بيقرأ عرج على قول الله تعالى حنفاء لله غير مشركين به، المقصود هنا الإخلاص، الحنيفية السمحة، فيها التوحيد الكامل لله سبحانه وتعالى وأنه لا إله إلا الله ولا نشرك بالله. وأفضل العبادات القلبية والوصايا القلبية للحجاج والعمار أولا الإخلاص، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في قوله اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ممكن يتسرب إلى النفس خاصة مع من يمرون على الحج كل عام ويسافرون كثيرا ومرارا وتكرارا، فتسرب للنفس يعني ان الرجل كل سنة رايح جاي وكل سنة مع الحجاج وبيقف على عرفة وبتاع، فتقوم تصيبه نوع من انواع الرياء. لابد ان يتخلص وان يخلص وان يكون من المخلصين وليس فقط من المخلصين، لانه سر نجاح اي عبادة في الدنيا سواء عبادات شعائرية او حتى معاملات الاخلاص. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص سر الوصول بين العبد وبين الرب، أن تعرف أنك عبد لله وأنه لك رب، ويكفيك. شرف العبودية، مقام العبودية أشرف مقام بعد النبوة والرسالة. اثنين، افهم واستشعر، استشعر معنى العظمة في ضيافة المولى سبحانه وتعالى لك في بيته، لأنه قال لخليله وطهر بيتي. وكفاية كل بيوت ربنا سبحانه وتعالى مطهرة وطاهرة، لكن باختيار العباد، لكن بيته هو والكعبة المشرفة ومكة المكرمة والمسجد الحرام باختياره هو سبحانه وتعالى وبأوامره سبحانه وتعالى لبناء الكعبة وفي توقيتها وأن تكون هي قبلة المسلمين. وأراد الله سبحانه وتعالى له أن يكون بيتا طاهرا. خد بالك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يحدثنا عن هذا المقام وعن هذا المكان، فيقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قد صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، لحد ما وصل لقول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فعيش واستشعر لذة ومتعة أن الله تعالى اصطفاك من بين مئات الملايين من البشر لتكون من هؤلاء الذين يدخلون هذا البيت الحرام في الأيام المعلومات أو في الأيام المعدودات. لأن الأيام المعلومات العشر الأوائل من ذي الحجة أو أيام الحج، زي ما ربنا قال الحج أشهر معلومات. ورجع تاني في سورة البقرة تحدث عن أيام منا فقال واذكروا الله في أيام معدودات. فاحنا هنا بنتكلم عن أيام معلومات اللي هي أيام الحج، وأيام معدودات اللي هي ما بعد الحج وأيام منا. فدخول الإنسان في الكعبة المشرفة وفي المسجد الحرام في هذه الأيام المعلومات أو المعدودات بإذن،
لا بتأشيرة ولا بجواز سفر ولا بفلوس. واحنا شفنا السنتين اللي فاتوا ربنا ازاي حجب واثبت القيومية وترك الحرم للخدام فقط، مفيش حد معاهم، هم بس قاعدين كده لوحدهم حوالين الكعبة المشرفة في صفاء وفي هدوء، مفيش حد خالص، لا طائفين ولا عاكفين ولا ركع ولا سجود ولا قائمين ولا اي حد. عادت الروح الى الجسد والحمد لله رب العالمين، فافهم واستشعر. الوصية الاهم وحضرتك رايح للحج ولسه بتنوي، توب. ربنا قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. كتير من الناس بيخطئ في فهم أنه التوبة لازم تكون بعد ذنب. إحنا عندنا ذنوب كتير جدا 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 تحتاج إلى توبة، منها أننا نصمت كثيرا عن ذكر الله وده ذنب يحتاج إلى توبة. ربنا سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وسيدنا النبي علمنا أنه كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأول من أخطأ سيدنا آدم لما أكل من الشجرة، الشاهد في كلامي جدد التوبة بأن تستغفر وتسترجع وتقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم، تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود إلى معصية أبدا، وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن اجعلها توبة نصوح، اجعلها بداية عهد جديد مع الله سبحانه وتعالى، لأن الوفاء مع الله بالعهد وبالوعد إن حضرتك تيجي عليك لحظة زي اللي جات لسيدنا أو للرجل الصالح الفضيل بن عياض لما سمع الرجل الكبير وهو يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقف كده واقشعر البدن واهتز الفؤاد والجسد والقلب وقال الآن يا رب، وتاب وكانت توبة نصوحة. اجعل توبتك إلى الله سبحانه وتعالى كتوبة الفضيل، استعد لتستمد. الذنوب عوائق عن الوصول وموانع من القبول، وعليك أن تمحو هذه الذنوب بالتوبة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى في آيات عباد الرحمن تحدث عن أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتوبة ممكن تبدل لك كل السيئات اللي أنت رايح بيها، ولو رايح بجبل أحد سيئات ممكن ربنا يبدلها لك حسنات بالتوبة النصوح. تعالوا نسمع فاصل من الأناشيد والمدائح والابتهالات مع الشيخ مجدي ثم نعود إلى حضراتكم مرة أخرى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتموا يوم الرحيل فؤادي
سار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي وحرمتم جفني المنام بقربكم يا ساكني المنحنى والوادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي يا ارزقنا حج بيتك الحرام والطواف بالركن والمقام والدين سلامي على هذه الأمم انظر للكعبة محلاها نور وجلال يخشاها انظر للكعبة محلاها نور وجلال يخشاها يحرسها رب ويرعاها واذكرني أمامها وادعيلي وادعيلي. هاخد من كلام الشيخ مجدي وأستلهم الوصية القادمة وهي استمتع، اجعل حجك رحلة روحية رائعة في صعودك على الجبل، وتخيل أنك ربما تطأ موضعا أو موضع قدم وطئته قدم سيدنا رسول الله، وده في حد ذاته بركة كبيرة جدا جدا جدا. عيش بقانون التخيل، استشعر بركة الزمان وبركة المكان، وعيش عالم الصحابة وعالم النبوة وكيف كان صلى الله عليه وسلم يسير في أروقة مكة ويستمتع بتراب مكة وكيف أعاده الله تعالى فاتحا وقال له لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. افرح، افرح بالإحرام زي فرحة العريس ببدلة الفرح، افرح بالإحرام زي فرحة الطفل وهو لسه نازل من بطن أمه بقدومه وهم يسترون جسده بثياب جديدة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لبس الإحرام لبس رائع جدا جدا جدا، له روائح خاصة وله متعة خاصة وله طريقة خاصة وله توقيتات أو مواقيت خاصة، وعشان كده الإنسان لازم يفرح. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وهو يحدثنا عن المشاعر والمناسك بيقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. تخيل ربنا بيقول لنا إيه؟ الذكر، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، وبعدين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. طيب تاني بقى، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله تاني كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أنت لازم تعزم على أنك تفارق الراحة وأن تكون ذا همة لإدراك المهمة. أنت رايح أيام معلومات وأيام معدودات لقضاء مهمة عاجلة تعود منها كيوم ولدتك أمك وتعود إنسان جديد تماما. لازم تعزم وتعقد العزم على هذه الهمة وعلى هذه المهمة وعلى هذه الرحلة
وان حضرتك ترجع انسان جديد تماما، بشكل جديد، بلون جديد، بهيئه جديده، بطريقه جديده، تحافظ على صلاه الفجر في جماعه، تحافظ على الصلوات هناك في جماعه، لانه في ناس يا اخوانا بتروح تنشغل، يدي مواعيد، ينزل يتسوق، وبعدين يقعد في الفندق، وبعدين يبدا الاذان فالزحمه فيكسل، يقول لك انا ماليش في الزحمه وعندي فوبيا الاماكن المزدحمه. لا يا سيدي، لا يا سيدي، ده دي اماكن فرحه واوقات استثنائيه مش هتيجي تاني، واوقات من العمر ايام ولحظات سعيده، اغتنمها، اغتنم كل لحظه فيها، ودي عباده قلبيه وعباده عمليه ووصايا تنفيذيه يجب ان تنفذ. التعب ليك راحة، فاتعب، مش بقولك اتعب قلبك وبقولك اتعب جسدك، لا اتعب، اتعب عشان ربنا، لأن كل لحظة هتقضيها هنا هتشهد لك. المرور من أمام الحجر الأسود أو الحجر الأسعد سيشهد لك، لأنه له عينان تبصران ولسان ينطق يوم القيامة، هيتكلم عنك وهيشهد لك ويشهد عليك. ما بين الركن والمقام مكان مستجاب الدعوة، عند باب الملتزم مكان استجابة الدعاء، النظر إلى الكعبة عبادة، انزل اقعد في الحرم وفقط انظر إلى الكعبة، فأنت تعبد الله بس، تعملش حاجة تانية. استمتع، اشرب من زمزم وارتوي وتضلع، وبعدين كانوا يقولوا لنا هناك يقول لك تضلع لحد، تضلع لحد ما تتدلع، لأنه أنت بتشرب طعام وطعم وشفاء سقم، ما بتشبعش، بس اللي بيشربه هو جعان بيشبع، اللي يشربه هو مريض يشفى بإذن الله، اللي يشربه هو عطشان ان شاء الله ترويه. هي فيها كل حاجة، ماء زمزم السر الذي يعني اخرجه الله سبحانه وتعالى من بين قدمي سيدنا اسماعيل عليه السلام ليكون سرا الى نهاية الحياة والى قيام الساعة. فاستمتع واتعب وابذل واجتهد، وبعدين حضرتك مش في وقت رايح فيه تنام وتسترخي وتقعد مع ناس وتتسامر، وبعض الناس بياخد في منى وفي عرفة شوية ألعاب وسوشيال ميديا وتليفونات ويقعد يلعب لعبة على الموبايل. لا، هو ده وقت تضيع وقت، ده وقت اغتنام كل لحظة من الوقت. لا، ما ينفعش، دي وصايا مهمة وعبادات قلبية وجسدية وروحية وخطوات عملية وتنفيذية، خد بالك منها وبوصي نفسي وحضراتكم بيها، وإن شاء الله ربنا يكتب لنا كلنا بإذن الله تعالى إن إحنا نكون مع حجاج بيت الله الحرام بإذن المولى تبارك وتعالى، يكتب لجميع المشتاقين والسادة المشاهدين. نروح تاني للشيخ مجدي عبد الناصر، نسمع منه حاجة ونرجع لحضراتكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما، فالله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما. يا مكة سور إكمتين، باب السماء فيك، فيك مقام الخليل، فيك مقام الخليل، وحجر إسماعيل فيك لما أراد الله، لما أراد الله ينور أراضيك أسبل عليك الرضا، أسبل عليك الرضا، ولد النبي فيك. سيدي
رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من إذا مشى يسبقه وإذا تكلم أخجل العقول وإذا ركع أو سجد يقول أمتي 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 يا غفور. جسد تمكن حب أحمد فيه جسد جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه أوكيف يخزيه الكريم أوكيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه ومديحه في فيه أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتيه. النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وبارك عليه. اللهم صل صلاة الرضا والكمال والجمال والجلال على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الذي كان إذا ركع أو سجد قال أمتي يا غفور، وأرسل الله إليه أمين وحي السماء ليقول له إنا لا نسوءك في أمتك أبدا ولسوف يعطيك ربك فترضى. قرأنا في الضحى ولسوف تعطى، فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. وصي اللي بعد كده يعطي الدنيا أجازة، لأنه كتير من الحجاج بينشغل ببنت فلانة اللي جنبي وحجيب كم سجادة واجيب كم سبحة واروح كم المول كم مرة وهعمل ايه واشتري عطور ايه واشتري بهارات من المكان الفلاني واجيب كذا وانزل النهاردة بالليل وبكرة بعد الفجر، فيفضل في ايام الحج 10 أيام مشغول كل شوية. هل يشغلك المال عن رب المال؟ ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها، ولا وقته ولا زمانه ولا اوانه. خلص حج الاول وحج وتهنى، وبعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى بيديك الفرصة، يعني بيقول لك يعني انت معاك مساحة وفرصة، ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، لكن ما تعملش ابتغاء الفضل والشراء هو الاساس، وتبقى كاتب لستة وتفضل كل يوم تشطب اسم وتشيل كذا وجبت ده والمقاس طلع صغير ونصوره ونبدأ، لانه الحاجات دي الواحد لما بيشوفها انشغال انشغال بالدنيا عن رب الدنيا، ولا وقت انت جاي هنا عشان تتجرد من كل زينة، تتجرد من كل حاجة، سيبك من اللبس والأكل والشرب وكل حاجة، خليك مع الله سبحانه وتعالى. وكمان اكسر الرتابة، كسر الرتابة ما يتحولش الحج إلى حركات نزول وطواف وبعد كده سعي، لا، خلي الحج روح قلب فؤاد جسد طالع مع ربنا سبحانه وتعالى يسمو ويرتقي. سماع الأذان والإقامة في الحرم خاصة في صحن الكعبة له مذاق خاص، ومن ذاق عرف من ذاق عرف. كمان مطلوب مننا من الوصايا القرآنية، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بتعظيم الشعائر، لو عظم الإنسان الشعائر لأكل ثمرة التقوى حلوة شهية. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، القلب نفسه هيكون تقي. وإذا وصلت إلى هذه المنزلة وهذه المرتبة وهذه المكانة، أعرف إن شاء الله أنت فلحت.
ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في خواتيم سورة الحج: يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيقظوا المشاعر التي أخمرتها الدنيا. الحج شكلا ومضمونا خروج عن المألوف، ما بتبقاش لابس اللبس بتاعك الطبيعي، ما بتبقاش قاعد في وسط أهلك، ما بتبقاش نايم في مكانك، ما بتبقاش في وطنك، دي الناس كلها بتتجمع من العالم كله في مكان واحد، وتروح في مكان كان في الأول ربنا مسميه على لسان سيدنا إبراهيم واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وربنا سبحانه وتعالى أطلق لسان سيدنا إبراهيم على لسانه الدعاء فقال: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. أهو عينك شايف أفئدة من الناس تهوي إليه من كل مكان في العالم، وبتروح هناك تلاقي جميع اللغات وجميع الأشكال والألوان، الأبيض والأسود والأحمر، الإنجليزي والفرنساوي والتركي والألماني والإيطالي والإيراني والفارسي والعربي والعجمي، كله مع بعض، حتى اللي هم من بنجلاديش، هنود، باكستان، كذا كذا كذا، الناس الأعاجم اللي بتكلموا لغات أنت ما تعرفهاش، كله مع بعض جاي إيه؟ لبيك اللهم لبيك، كلهم بلغته، كلهم بهيئته، كل واحد بيكلم ربنا بطريقته. حاجة بقى وصية مهمة جدا وأخيرة: في ناس بتمشي في الحج منظمة الأدعية وجايبة كتب دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، ويفضل يقول وينظم وينظر، ولو نقص كلمة يعيدها تاني ويرجع من الأول. يا أخي ربنا عايزك تكلمه من قلبك، ربنا عايز خطاب يا رب ملناش غيرك، نبات ونصبح في خيرك، لا تحرمنا ذكرك ولا تحوجنا لغيرك، هو عاوز كده وبس. شكرا لحضراتكم، أشكر فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ مجدي عبد الناصر، شكرا جزيلا، إن شاء الله ربنا يوعدك بالحج بإذن الله وكل السادة المشاهدين. وأشكر حضراتكم جزيل الشكر والتقدير، على أمل التواصل على الصفحة الرسمية للشيخ محمود الأبيدي، وأسأل المولى تبارك وتعالى أن يكتب لنا وللمشاهدين والمشتاقين حجا مبرورا إلى بيت الحرام ووقوفا على جبل عرفات هذا العام، وأن يمتعنا برؤية الحبيب المصطفى في المنام، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومن علمنا وكل من كان له فضل علينا. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، تشفعنا بالحبيب، اقض حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات، يا حاضرا لا يغيب. اللهم يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن مشاهدينا السلام، يا عالما لا يعلم، صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام، من أراد أن يترك في الناس علامة فليقابلهم وعلى وجه ابتسام. هذا محمود الأبيدي يحييكم وأقول لحضراتكم في أمان.